ولو تكل ولا يتجاوز إنفاق الأسرة الأمريكية على الطعام من إجمالي دخلها السنوي 7%. شوف الأسر الأمريكية. بعدين العرب يقول لك ليه جسمهم يا أخي زين، ليه ما أعرف إيه، ليه كذا، سير عندهم وشوف كيف شو يأكلون. أنا عشت في أمريكا حوالي 37 يوم وشفت كيف يأكلون فطورهم. ما هذا فطور؟ كنت أضحك، هذا فطور؟ حنا الفطور إذا ما كانت سفرة يعني تبكي جوعا ما نعترف فيه. هم فطورهم تحصل هذا زبدة كذا، عرفت، وكاسة قهوة أو عصير برتقال وخلاص، هذا فطور، هذا فطورهم. ناهيك عن لعب الرياضة، لعب الرياضة شيء آخر. يعني كنا في صرنا واشنطن ثم لوس أنجلوس، كان كنا في واشنطن عام 2013 أو 14، جلست مدة يعني جيدة. فكنا في فندق، لما ننزل الصبح نتمشى عند نهر في منطقة، في منطقة قريب من متحف جورج واشنطن وكذا، في نهر والله نسيت اسمه. كنت أصلي الفجر وانزل حتى تشرق الشمس، ما أمشي في الليل. فلما تشرق الشمس أنزل أتمشى، أحس المجتمع الأمريكي كاملا يلعب رياضة. تشعر عندهم ثقافة اللعب رياضة، يعني تشعر من الثقافة المجتمعية عندهم. كيف حنا من الثقافة المجتمعية مثلا القهوة والتمر، ثقافة مجتمعية في دولة الإمارات، أول ما تدخل تصب قهوة. عندهم ثقافة مجتمعية يلعبون رياضة الصباح. فكنت كل الشعب يلعب رياضة. فلهذا أقل الدول في العالم إنفاق على الطعام هم الأسر الأمريكية، 7%. أقل الدول إنفاقا على الطعام. لكن أكثر الدول أكثر هي الدول العربية، أكثر الدول نيجيريا ثم الدول العربية تصدرت القائمة في إنفاق على الطعام. ونحن عندنا نظام المخزون، يعني صح نعمة الثلاجات ونعمة خزن الطعام، نسأل الله يزيد ويبارك، هذه نعمة ما ننكرها، الحمد لله على هذه النعمة. يعني في هذه الأيام اللي اخترع التكييف واللي اخترع الثلاجة واللي اخترع كذا، فنعمة لا تضاهيها نعمة. فالشاهد أن هذه النعم جميلة جدا، لكن لا نجعل هذه النعم وبالا على أجسادنا. يعني أنت لا، مش شرط تأكل كل يوم لحم، مش شرط. أنا لست طبيبا، أنا لا أتكلم من صفتي كطبيب، أتكلم من صفتي كداعية. النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب رأى جابر بيده لحم، ها، رأى بيده لحم، فلما رأى جابر عمر خبأ اللحم، قال ما بيدك يا جابر؟ قال لا شيء. قال قل. قال لحم يا أمير المؤمنين، اشتهيت فاشتريته، اشتهى لحم. قال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ يعني كان عندهم اللحم عبارة عن ها اشتهيته، اشتهيته فاشتريته. فقال عمر كلما اشتهيت اشتريت. كيف لو يأتي عمر رضي الله تعالى عنه موائدنا؟ فنحن لحوم 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 لحوم، شيء طيب نعمة، أنا أقول لك نعمة، لكن إن لبدنك عليك حق، إن لبدنك عليك حق. يعني حتى يوم يعني لما تسافر لخارج دول تجد عندهم الطبق المفضل السلط مثلا، صح هاشمي؟ شوف الطبق المفضل السلط، يعني شيء طيب عندهم، خضروات. عندنا لازم خروف وين راسه بعد، نزل عن راس. فلابد من أن ننظر لطعامنا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأيام يوم الأيام يعني أتي له بجوارش، قيل له ما هذه الجوارش؟ قال هذه تساعدك على الهضم بعد العزيمة. يعني كيف إحنا وش يساعدنا على الهضم؟ آه سويت، إحنا سويت نسوي، لا لا أكتيفي أكتيفا أكتيفيا لبن، ها، يقول لك اشرب يساعدك على الهضم يا شيخ، عشان أنت بتكون بطنك حينفجر، تشعر إنك إيه وشيء أخضر، تشعر إن ما تقي يا رجل، تشعر إنك بلون، باللون متحرك، بتشعر فيه شيء غلط ببطنك يجري. المهم فابن عمر رضي الله عنه عزيمة، فذهب ابن عمر، لما ذهب ابن عمر للعزيمة أعطوه جوارش، تعرف الجوارش اللي المكسرات. فقال ابن عمر ما هذا؟ قال تساعدك على الهضم. قال ابن عمر أصلا ما شبعت. عندي رسالة تقول
يا شيخ العائلة الأمريكية ما يخلفون عيال يصرفون عليهم، لأن الإحصائيات حسب عدد الأفراد الأسرة. عبد الرحمن الفقيه، أنا ضدك في هذا الأمر، ضدك، لأن أولا لا تظن أن المجتمع العربي فقط هو من يعتني بعائلته، ما تظن. واللي تسمعون هذا إن المجتمع الأمريكي ما يصرف عياله، والمجتمع الغربي ما يصرف عياله، والمجتمع الأوروبي، لا لا، عندهم يصرفون عيالهم في أسر وفي ترابط أسري، في 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 وفي تفكك أسري كالعرب هنا وهنا. كل حضارة لها سلبية وإيجابية، يعني لا تحكمون على العموم، مثل اللي يصير أمريكا يظن خلاص الشعب كذا وما في، لا لا لا. أو يصير أوروبا في عندهم ترابط، في عندهم كذا. بالنسبة لتعداد الأبناء، نعم تعداد الأبناء عند العرب أكثر، صح، أنا هذه بهذه النقطة أتفق معك. أما لا يصرفون عيالهم، لا أبشرك يصرفون عيالهم الكثير والكثير والكثير. أنت لو ذهبت إلى مناطق تجد عيلة وعيالهم يصيرون بحر ويصيرون المول ويتسوقون، فعادي. يعني لا تظن أن بس العرب ليعتنون بعيالهم.